صباح الخير، اهلا بيكم متابعينا الكرام. اهلا بيكم في حلقه جديده. احمد باهر معاكم. النهارده هنتكلم على يعني سؤال جالنا كتير على مرض البارفو. السؤال كان كالاتي: انا اشتريت كلب من مكان وبعد وقت معين ظهر عليه اعراض مرض البارفو ورحت للعياده وفعلا تم التاكيد ان الكلب عنده بارفو. في الجزئية دي مين المسؤول؟ هل المسؤول المكان اللي انت شاري منه سواء مزرعة او محل او بيت، ولا انت اللي مسؤول؟ يعني المشكلة دلوقتي مين اللي هيتحمل المشكلة دي؟ طيب خلينا بس نتكلم كده سريعا. احنا طبعا كنا شرحنا مرض البارفو قبل كده. هو مرض البارفو هو فيروس بيصيب الجهاز المعوي للكلب وبيتسبب في طبعا تآكل جدار المعدة عند الكلب، وبنسبة كبيرة بيتسبب في وفاة الجرو لو الكلب او الجرو ما اتعالجش صح. طيب بيجي منين مرض البارفو؟ بينتقل عن طريق الاختلاط بحيوان تاني مصاب، ده اللي هو الاغلب. يعني كلب عنده بارفو عمل حمام ستول مثلا، و كلب سليم شم الستول بتاع الكلب المريض، فبالتالي بينتقل له مرض البارفو او نتيجة الاختلاط العادي حتى لو مش عن طريق التويلت. وساعات كمان بيجي لكلاب قاعدة في البيت، يعني ممكن يبقى انت كلبك ولا بتخرجه ولا اختلط بكلاب تانية ويجي له البارفو. فهو خلينا يعني نبعد عن اسباب الانتقال المرض، ولكن الاغلب ان هو بينتقل عن طريق اختلاط كلب سليم بكلب تاني مصاب، او اختلاط الكلب السليم بمكان كان فيه كلب تاني مصاب. يعني انت ممكن تنزل بالجرو بتاعك او بالكلب بتاعك في الشارع، فهو بيشمشم في الارض في الزرع، كان نفس المكان ده كان برضو عدى من عنده كلب تاني مصاب بالبارفو، فالفيروس بينتقل عن طريق المكان اللي انت الكلب بتاعك شمه او لحسه او قرب منه. فيعني مش هي دي المشكلة قوي. هي المشكلة دلوقتي عايزين نفهم هو مرض البارفو ده ايه المراحل بتاعته. المرحلة الاولانية انه طبعا الكلب بيبان عليه الوهن والتعب، الكلب بيبان عليه انه تعبان، بيمتنع عن الاكل بشكل تقريبا نهائي، ما بياكلش خالص. بعد كده بتظهر ترجيع وبيظهر طبعا اسهال، واكبر ساين بتبين بارفو ولا مش بارفو هو الاسهال، اللي هو ليه رائحة غير يعني رائحة مش كويسة، ودايما بيبقى الاسهال بيبقى اسهال مية خالص. يعني الكلب عنده اسهال شديد، ممكن اللي احنا لو سبناه اكتر من يوم ممكن يتسبب فيه جفاف الكلب، وتلاقي الكلب قطع اكل خالص وتقريبا ما بيتحركش. يعني الكلب قاعد راكن ما بيتحركش من مكانه تماما. لو طبعا الكلب ما تعالجش سريعا خلال وقت بسيط جدا، خلال 4 أو 5 أيام ممكن الكلب ان هو ايه لا قدر الله يتوفى. طيب علاج مرض البارفو هو بمنتهى البساطة، هو مفيش علاج لمرض البارفو. هو كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول ان احنا نقوي الجهاز المناعي عشان يتغلب على مرض البارفو. طب ازاي بنقوي الجهاز المناعي؟ عن طريق ان احنا بندي للكلب محاليل، ده اهم حاجة في العلاج. بعد كده بياخد مضاد حيوي بيطري، بعد كده بياخد نوع من انواع اللي هي الادوية المضادة للنزيف، زي في دواء اسمه كيناكايون، ده دواء بيتسبب في وقف النزيف داخل جسم الكلب، لان احنا زي ما احنا قلنا مرض البارفو بيأكل او بيتسبب في تآكل جدار المعدة، فبيتسبب في نزيف دموي. فعشان كده دايما من العلامات بتاعت مرض البارفو ان انت تلاقي نقط دم في الستول او في التويلت بتاع الكلب. طيب نرجع بقى لمسؤولية مين؟ انا لسه شاري كلب جديد وظهر عليه مرض البارفو. خلينا نتفق على حاجة، ان مدة حمل مرض البارفو بتتراوح تقريبا، او مدة الحضانة بتاعته تتراوح من 5 لـ10 أيام، وساعات بتوصل لـ14 يوم كحد اقصى. يعني انت اشتريت كلب النهاردة من مكان، من مزرعة، من محل اشتريته من دوجز ايجيبت من عندنا، لو الكلب ظهر عليه اعراض مرض البارفو من اول يوم ماكسيمم لغاية 10 أيام المفترض، ممكن نوصل لغاية 14 يوم اسبوعين،
يبقى الكلب ده طالع من مكانه وهو حامل لفيروس البارفو، يبقى هي المشكلة او المسؤولية في الحالة دي هي مسؤوليتنا احنا كدوجز ايجيبت. ولكن الكتاب بيقول دايما ان هم 10 ايام. اشتريت كلب من عندنا يوم واحد ظهر عنده البارفو يوم 10، يبقى مشكلة دوجز ايجيبت. ظهر بعد كده لا، دي مشكلة المربي او ممكن يكون انتقل له المرض او الفيروس من مكان اخر. طيب عشان نخرج بره بقى الهاسل ده، وانت تقعد تفكر هو انا المشكلة من عندي ولا من عند المكان اللي انا شاري منه، نتفق بس على حاجة. اول حاجة وانت بتشتري الكلب، اتأكد ان الكلب اكتف، الكلب بيتحرك، اتأكد ان الكلب بياكل، اتأكد ان الكلب التويلت بتاعه ماسك نفسه، مفيش اسهال، مفيش ريحة وحشة في الستول او التويلت بتاع الكلب، مفيش نقط دم في الستول او في التويلت بتاعت الكلب. يعني وانت بتشتري اقعد شوية في المكان اللي انت بتشتري منه، شوف الحاجات دي، اتأكد ان الكلب بياكل، خلي صاحب المزرعة او المحل خليه يأكل الكلب قدامك، اتأكد ان الكلب بيلعب معاك، ما يبقاش اوعى تشتري كلب راكن، يعني كلب ما بيتحركش، كلب مش اكتف، ما تشتريش الكلب ده. واتأكد ان هو التويلت بتاعه ماسك نفسه، ما فيهوش لا قدر الله دم او اي حاجة. طيب يبقى كده دي المرحلة الاولانية عشان انت تعرف ان الكلب ده الى حد ما سليم. طب هل ده معناه ان الكلب ده ما عندوش بارفو؟ لا، ممكن يبقى عنده بارفو برضه، طب بس لسه ما ظهرتش عليه الاعراض. طب هتعمل ايه؟ هتاخد الكلب وهتطلع بيه على العيادة البيطرية، وتتفق مع المزرعة او المكان اللي انت شاري منه الكلب، هتقول له ايه؟ هتقول له انا هروح العيادة البيطرية هعمل تشيك اب على الكلب وهكلمك من العيادة، لو الكلب سليم وما عندوش اي فيروسات او عنده اي مشاكل صحية هكلمك اقول لك الكلب ده بتاعي، لو الكلب ظهر عليه حاجة هرجع لك يا باشا الكلب بتاعك واخد فلوسي. ده السيستم اللي احنا بنشتغل بيه في دوجز ايجيبت. انت العميل بنقول له يا فندم مع حضرتك 24 ساعة، حضرتك اعمل تشيك اب في العيادة وكلمنا. العميل كلمنا، تمام يا دوجز ايجيبت انا هاخد الكلب، خلاص يبقى احنا كده تمام. العميل قال لك لا، الدكتور بيقول ان الكلب عنده كذا، الكلب اكتشفنا ان عنده فيروس، بنقول له لحضرتك رجع لنا الكلب واسترد فلوسك بالكامل. دي الطريقة اللي هي المحترمة الظريفة في البيع والشراء، عشان لا ضرر ولا ضرار، تمام، ولا تضر العميل ولا تضر نفسك وتضر سمعتك برضو في الاول وفي الاخر. يعني ودي نصيحة بننصحها لاي حد بيبيع اي حاجة بالذات الحيوانات، ادي مهلة للعميل بتاعك لمدة 24 ساعة يعمل تشيك اب على الكلب. هو مرضاش يعمل تشيك اب، دي بتاعته. طب برضو لو ظهر الفيروس خلال بقى من اسبوع لعشر ايام، برضو دي بتاعتك انت كمزرعة. ولكن انا بكلم النهاردة يعني المشاهدين، يعني معظمكم انا عارف ان هو بيفكر ان هو يشتري كلب، فبقول لك اول حاجة تشيك ان الكلب كويس في مكانه وبياكل وبيشرب والتويلت بتاعه كويس وبيتعامل او بيتحرك بشكل كويس. النقطة التانية، خد الكلب اطلع بيها على العيادة البيطرية. هتعمل ايه بقى في العيادة البيطرية؟ الدكتور بيكشف طبعا بالسماعة وبيقيس درجة حرارة الكلب. من المحتمل ان انت تلاقي درجة حرارة الكلب زيادة شوية نتيجة ان الكلب بيبقى خايف، وان الكلب غير مكانه، وان الكلب كان في العربية اول مرة يركب عربية طبعا، فبتلاقي درجة حرارة الكلب زيادة شوية، ممكن تلاقيها مثلا لغاية 39.5 درجة حرارة الكلب، غير درجة حرارة الانسان بتبقى الافريج بتاعها تقريبا حوالي 39. فلو لقيته 39.5 ده يعتبر افريج نتيجة تغيير المكان، ما تخافش من الموضوع ده. طيب الدكتور المفترض يعمل ايه تاني؟ الدكتور المفترض ان يعمل حاجة اسمها بارفو تيست، تيست الفيروس البارفو، عبارة عن شريط كده، الشريط ده بياخد عينة من الستول بتاع الكلب وبيحطها على الشريط، يا اما يطلع لك النتيجة سلبية او يطلع لك النتيجة ايجابية. فانت صمم ان الدكتور يعمل تيست البارفو، حتى لو الدكتور قال لك الكلب سليم، كشف عليه بالسماعة وكشف بالترمومتر وقال لك الكلب سليم، قول له معلش يا دكتور انا عايز اطمن، انا عايز اعمل بارفو تيست. خلاص معلش، البارفو تيست تكلفته غالية، تقريبا حوالي 250، في بعض الاماكن بتعمله ب 300 جنيه، بس انت النهاردة عشان ما تخسرش تمن الكلب خالص، فادفع 300 جنيه ولا 250 جنيه وريح دماغك. يبقى انت كده خليت مسؤوليتك وخليت مسؤولية المكان اللي انت شاري منه الكلب، تمام، ويعني وجع ساعة زي ما بيقولوا على كل ساعة، بدل ما تقعد تدفع مصاريف علاج بعد كده، لان خلي بالكوا علاج البارفو بيتكلف مبالغ كبيرة جدا اكتر مما تتخيلوا،
لان الكلب ممكن يقعد يتعالج لغايه من اسبوع ل 10 ايام. الكلب ممكن يتعالج يوصل تكلفه العلاج في البارفو ل 2000 و3000 جنيه. فالنهارده ادفع 300 جنيه ولا 250 جنيه واشتري دماغك وتبقى انت متاكد ان الكلب سليم. طلع يا معلم الكلب نيجاتيف، ما عندوش بارفو، كلم المزرعه قول لهم يا جماعه انتوا زي الفل واحنا الكلب زي الفل ما عندوش اي مشاكل. طلع بوزيتيف، طلع ايجابي، لا يا جماعه الكلب عنده بارفو، بترجع الكلب وتاخد فلوسك بالكامل. دي حاجه ما تزعلش اي حد. طيب بعد ما عملت تيست البارفو بعد 10 ايام ظهر بارفو، دي مش مسؤوليه بقى حد خالص، دي مش مسؤوليه المزرعه، دي مسؤوليتك انت، لانك خلاص طالما عملت تيست البارفو انت كده بتاكد ان انت شاري الكلب خالي من المرض، خالي من تيست البارفو، خالي من مرض البارفو. تمام، فريح دماغك، وعشان ما تخشش بقى في مشكله المزرعه تقول لك لا ده مش ده غلطتك وانت تقول لها لا دي غلطتكم، فلا يا جماعه ريحوا دماغكم واعملوا التيست بتاع البارفو. طيب لو انا شاري كلب متطعم، هل ده معناه ان الكلب مش هيجي له بارفو؟ لا، الكلام ده مش مظبوط خالص. والله لو شاري كلب واخد 10 جرعات تنشيطيه للفيروس، التطعيم مش بيمنع المرض، التطعيم بيقلل قوه المرض لو جه، فممكن يجي وما يظهرش اعراض على الكلب. خلاص، فعشان ما تشتريش كلب بعد شهرين يجي له بارفو فتكلم المكان تقول لهم شفتوا ده انتوا تلاقيكم ما كنتوش مطعمين الكلب ده، انتوا ضحكتوا عليا. يا معلم مالهاش علاقه، هي التطعيم ده بيقلل الاعراض بتاعه المرض او بيمنع ظهور الاعراض. وفي عايز اقول لكم حاجه، في كلاب بتبقى واخده جرعه واثنين وثلاثه من التطعيم، واخده احسن حاجه في التطعيم واحسن تطعيم موجود، ويجي لهم بارفو يموتوا بالبارفو. فبرضو يعني عشان يبقى الحق يقال، المرض ملوش كبير، مفيش حاجه اسمها تطعيم بيمنع المرض. فده كان فيديو النهارده عشان تخلي بالك وانت بتشتري، شوف الكلب بيتحرك قدامك، شوف الكلب بياكل قدامك، بص على التواليت بتاع الكلب، اطلع بالكلب من المكان اللي انت اشتريته منه على العياده البيطريه، اكشف بالسماعه، قيس حراره، اعمل تيست بارفو، اعمل تيست بارفو، عشان تبقى انت كده مطمن ان الكلب انت واخده سليم، وباذن الله ما يبقاش عنده اي حاجه. ويعني حفظ الله يعني الحيوانات الاليفه والكلاب الجميله واوفى الاصدقاء زي ما احنا بنقول. وبرده لو ليكم اي استفسارات بخصوص مرض البارفو والتطعيمات واي سؤال يخطر على بالكم، يا ريت تكتبوه في الكومنت، ويا ريت تعملوا لايك على الفيديو، و لو لسه مش مشترك في قناة دوجز ايجيبت اشترك عشان توصلك كل فيديوهاتنا الفترة اللي جاية. كان معاكم احمد باهر النهاردة، شكرا ليكم والى اللقاء في فيديو اخر.